السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير ومتابعيني الكرام. وتغطيتنا اليوم من مؤسسة عبد الرحمن عماد الدين للسيارات الرياض، حي المنار، شارع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. وللمزيد من التفاصيل عن المؤسسة، أرقام التواصل، الويب سايت، كل شيء تحت بالوصف. طبعا في كثير أشياء تهمك، روح صندوق الوصف، في كثير أشياء تهمك. عموما متابعيني الكرام، قبل ما نبدأ بالتغطية عن هذه السيارة الجميلة، يسعدني إخواني الكرام اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويمكنكم إضافة حساباتي مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، تويتر، إنستغرام، وعلى تيك توك. ولا تنسون تفعلون زر التنبيهات على قناتي باليوتيوب عشان يجيكم أي شيء جديد من التغطيات. وبسم الله نغطي لكم عن متسوبيشي باجيرو ثلاث أبواب، أو زي ما حنا نسميه ربع، أو بعض الناس باجيرو كوبيه، موديل 2022. وبسم الله نبدأ. بدون أي تغيير يذكر، وصل باجيرو 2022 ربع. صحيح انقطع فترة، مواصفات قلت، مواصفات كذا، لكن عموما جانا بموديل 2022 بمحرك أصغر عن المطلوب سابقا، اللي هو 3800. حاليا جانا 3500، اللي هو يعتبر المحرك الوسط في محركات ميتسوبيشي باجيرو. ميتسوبيشي باجيرو توفر بمحرك، طبعا كل محركاتها 6 سلندر البنزين، في محركات 3000 سي سي، في محركات 3500 سي سي، وفي محركات كبيرة 3800 سي سي. طبعا متابعيني الكرام، ميتسوبيشي باجيرو سيارة اوف رود يابانية، تجميع ياباني، سيارة مخصصة للمدينة كذلك الطرق الوعرة. السيارة ما حصلت على أي تغيير جذري من 2000، أو تغيير يذكر من 2007. الشكل هذا نزل ب 2002، موديل 2002، وحصل على فيس ليفت ب 2007، وما زال مستمر. مع العلم أن كثير أسواق توقف فيها الباجيرو، لكن بشكل عام ما زال عندنا مستمر بهذا الشكل. وعدة أشياء تخلي ميتسوبيشي باجيرو صراحة يكون مرغوب بسوقنا، بحكم أن احنا السيارات اللي نرغبها سيارات أوفرود، سيارات مرتفعة. صحيح صرفيتها بالوقود كذلك مرتفعة، لكن اللي يميزها أن السيارة عملية وصبورة، كذلك سعرها نوعا ما بين المنافسين يعتبر الأفضل. هذا سعر حدود 125,000 ريال تقريبا شامل الضريبة، الفل كامل. طبعا موديل 2022. المحرك اللي عليها اللي هو الـ V6 الـ 3500 سي سي، زي ما ذكرنا لكم هذا ليس المحرك الكبير ولا الصغير، هذا المحرك الوسط، حدود 189 حصان تقريبا، التورك 303. حسب المعلومات اللي عندي ان الربع من الـ 3500 والـ 3000 يجي اربع سرعات الجير الاوتوماتيك، طبعا اوتوماتيك اربع سرعات توبترونيك، نظام الدفع بالسيارة. فصراحة ميتسوبيشي باجيرو مميز انه يكون دفع خلفي، وتقدر تخليه اوتو، وتقدر تخليه دبل ثقيل، عفوا دبل خفيف والثقيل، واضف الى ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن يمتاز بالدفلك. فسيارة وضعها بالافرود ممتاز جدا، وما زال طبعا الدبل فيها عصر. المواصفات الخارجية بحكم انها فل كامل، طبعا هذه العلامة الذهبية ما ننسى، العلامة الذهبية عندهم هي يعني زي ما تقولون خاصة للفئات العليا من ميتسوبيشي باجيرو، أو سيارات ميتسوبيشي دائما الفل عندهم تجي بالعلامة الذهبية. حركة كلاسيكية قديمة جدا من السيارات اليابانية، لكن ما زالت ميتسوبيشي مستمرة عليها. تذكرون تويوتا العلامة الذهبية. عموما عندنا فتحة سقف شبه بانورامية، تمثال ميتسوبيشي على غطاء المحرك برضو مذهب، طبعا أكيد الشبك كروم. إضاءات السيارة، طبعا أنا صراحة يعني اللي يعرفني زين يدري أني أنا بحر من معلومات في سيارات ميتسوبيشي خاصة الباجيرو. طبعا عدسة هذه الزنون الواطي، عفوا الواطي العالي هيلوجين. عندنا هنا طبعا غسيل أنوار أمامية، كشافات، أو هذه ليست كشافات طبعا، هذه أنوار LED نهارية. السيارة ما فيها لد نهاري فوق بحكم تصميمها قديم، فحطوا لها الحركة هذه يكون لد نهاري. وعندنا كشاف ضباب زي ما تلاحظون هنا. عموما غسيل أنوار موجود. ننتقل إلى جنوط السيارة وهي الأكبر، كذلك تحتوي على العلامة الذهبية من ميتسوبيشي. طبعا مقاس الجنط اللي هو 18، زي ما ذكرنا السيارة فل الفل، بس ماكينتها صغيرة، أو ماكينتها الوسط وليست الكبيرة. طبعا وش اللي يميزها؟ أعتقد ليش يجيبونها؟ لأنها تقبل بنزين 91، كذلك صرفيتها أفضل بحاجة بسيطة من 3800. عموما الكفرات من نوع بريجستون والجنط 18، مقاس الكفر 265 على 60.
عندنا اشارات بالمرايه. طبعا انا عشق اللون الاسود في الباجيرو، انا شريت الباجيرو الاسود هذا يمكن 4-5 مرات. طيب عندنا هنا حنايا العفش، مقابض ابواب كروم، البطايه الجانبيه، والروح الخلف. عندنا الجناح الخلفي، العلامة الذهبية، شعار السيارة، اسم السيارة، كذلك اللي هو المحرك الفي 6، فئة السيارة هي جي ال اس. عندنا لا ننسى الأربع حساسات خلفية، 2 على الصدام و2 على السبير الخلفي، وهذا هو الهوك الخلفي. هذه برضه ميزة ما تجي لها فئة الفل العالية. طبعا عندنا هنا مساحة زجاج خلفي، وهذه طبعا شنطة السيارة، هذه مساحتها صراحة حلوة للعوائل الصغيرة تنفعهم، خاصة هذه ممكن يشتريها واحد زوجته وطفل طفلين، فبتكفيهم المساحة هذه وممتازة. وعلى فكرة الظهر تقدر ترجعه، تقدر تقدمه في يعني في سلاسة في الموضوع. عندنا هنا مساحة تخزين، ممكن إذا كان عندك موتور هواء إسعافات أولية تخليها في هذا المكان. طبعا هنا عندنا شنطة العدة هذه، أو عفوا نقدر نخلي هنا شنطة العدة، وعنده هنا طبعا العفريته الى اخره وعده السياره. هذه اغراض السياره. في طبعا هذه حقت السبير، اذا ما فك السبير لا قدر الله تعطل عليك الكفر او شيء، تفتح من هنا عشان يفتح غطاء السبير. وهنا مساحه الزجاج الخلفي، المويه حقتها من هنا. طبعا هذه ابرز الاشياء، هذه فرشاتها، هذه ابرز الاشياء. طبعا فيها تكايات حقت المرات الخلفية، سيارة مرتبة صراحة كربع فاخر يعتبر على أيامه. سيارة خزان الوقود حدود 69 لتر، طبعا هذه المعلومات أنا أجيبها لكم من كتيب الوكالة، وحسب استخدامي زمان يوم كان لتر البنزين بنص ريال، جد كنت أعبيها حدود 35 ريال فل. طبعا الحين غير، اختلف الوضع، زمان ما ركبت السيارة. طيب ميتسوبيشي باجيرو 3.5، سيارة أوتوماتيك، طبعا موديل 2022، دفع رباعي، شاحنة خفيفة، كل لتر بنزين تمشيها 8.7 كيلو، طبعا تقييم سيء جدا، ونوع البنزين 91. طيب الآن ننتقل للمواصفات الداخلية. بسم الله، هذه السيارة من الداخل. لاحظوا أن الباب حق الربع يجي طويل، سيارة بشكل عام يعني مختلفة عن الخمس أبواب. عندي موجودة 5 أبواب في الكامل برضو موجود وصل. هذه فتحة السقف زي ما ذكرت لكم أنها ما شاء الله كفتحة سقف وليس سقف بانورامي تعتبر من الأكبر. طيب هذه السيارة من الداخل. الربع الفل ما يجي إلا جلد أسود. في ناس سووا حركات سابقا يعني أتذكر كانوا يغيرون لون الجلد من الأسود للأحمر ويبيعونه على أنه شد مصنع. فعموما خذ المعلومة من عندي، إذا جاء جلد الربع ما يجي إلا أسود. قد تروح لبعض الوكلاء ممكن يغير لك الوكيل نفسه لون الجلد فتحسبه جاي للمصنع، بس الوكيل هو مغير لك. هذه السيارة من الخلف طبعا زي ما ذكرنا فيها تكايات خلفية بحاملات الأكواب، مساحتها حلوة وشيء مميز صراحة. حتى كنا أول يوم نتكلم مقارنة بينه وبين FJ كروزر أن هذا يتميز أن الكراسي الخلفية تقدر تحرك ظهرها، بس اللهم كان عيبه ان هذا انت والله جميع هذه السيارات يعني حتى الاف جي كروزر يعتبر من سيارات الربع بحكم انه اصلا ما حد يقدر ينزل ويطلع الا عن طريق باب الراكب، فحيكون الاستخدام عليه عالي جدا. الان ايقنت ان صراحه على صرفيه الوقود ان الجير 4 نمر، ايقنت على صرفيه الوقود لان 5 نمر تقريبا يمشي 9 وحاجه بالنسبه ل 3500. خلينا نفتح غطاء المحرك نتفرج. طبعا بستخدم يد واحدة هذا لأنه له عمود. هذا هو محرك 3500. طبعا صراحة يعني كلمة حق محرك 3500، محرك عملي ما شاء الله تبارك الرحمن، محرك عملي وممتاز. ميتسوبيشي باجيرو حتى يعني اللي يسأل كيف أداءه في البار، سواء أخذ 3000 3500 3800 السيارة راح تبيض وجهك، لكن كل ما زادت الأحصنة بيكون معاك مثلا التسارع أفضل إلى آخره. لكن عموما السيارة قدراتها في الأوفرود ممتازة جدا، فأنت تبي تاخذها مثلا مركز على موضوع الأوفرود، السيارة ما شاء الله تبارك الرحمن تعتبر بطلة.
ننتقل للمواصفات الداخلية. وبسم الله الرحمن الرحيم. زجاج الامامي كهربائي، الخلفي يدوي صراحه، من الزوايا تفتحها يعني شكل قديم، سياره كلاسيك يعني صراحه. قاعدين نتكلم عن سياره موديلها من 2007 او عفوا الشكل هذا من 2003 او 2002 وللحين نفس الشيء. طيب فورميكا تخشيب، بس صراحه التخشيب بالباجيرو جميله جدا. على الابواب كذلك في تخشيب، على المسجل ديكور مسجل اللي هو النظام الصوتي او الشاشه، كذلك ديكور الجير في تخشيب. عندنا بلوتوث، أوامر صوتية، عفوا هنا التحكم بالنظام الصوتي، هنا البلوتوث والأوامر الصوتية. على فكرة 2007 ما كان موجود، بعدين ضافوا له الحركة هذه، عبوه يعني ما شاء الله عليهم. في مثبت سرعة، التحكم بالأنوار من هنا، تحكم في مستوى الإضاءة الداخلية من هنا، لاحظوا كيف. طيب وعندنا من هنا حقة الأنوار الأوتو العالي موجود فيه، هذا جهاز، هذا الحساس حقه. وفي هنا بعد مراية كهربائية بخاصية الطي موجودة، تقدر حتى تسكرها عن طريق مفتاح السيارة الريموت. كشاف الضباب الأمامي الخلفي، وعندنا هنا الحساسات. طبعا كيف تسكرها في الباجيرو؟ الباجيرو عشان تسكر مراية لازم تضغط على القفل 3 مرات، وهي سيارة طافية تسكر معك تصفط ونطالع منها. طبعا السرعة، تنكي البنزين اللي هو 69 لتر، حاليا سرعة دفع خلفي دبل خفيف دبل ثقيل، عفوا أوتو دبل خفيف دبل ثقيل. بعدين نتكلم عن الدفلوك. طبعا هذا التريب والممشى السيارة، عداد الرحلات مو هنا، جاي في مكان ثاني. عموما الـ RPM والحرارة، هنا عداد الرحلات اللي هو مستوى صافية الوقود إلى آخر من الأشياء المهمة بالنسبة للسائق. صراحة ما تعربت الشاشة إلى الآن نفس ما هي، بس سهلة جدا يعني مدى الوقود، ويعني بعض الأشياء حقات الرحلات تهمك كالتاريخ إلى آخر. طيب أفتح السيارة ريموت، هذه زي ما تلاحظون. مكيف السيارة أوتو لمس، بس مناخ واحد، يعني ما هو مكيف منفصل بين السائق والراكب، لا كلهم نفس المناخ. طبعا أوتو. ننتقل شاشة السيارة، شاشة معلومات، ولاحظوا ما شاء الله تبارك الرحمن فيها كاميرا خلفية. السيارة طافية، طفى بنزين وقاعد أصورها. عموما طبعا هذه الكاميرا خلفية زي ما نلاحظ، كذلك لا ننسى ما شاء الله تبارك الرحمن أن الشاشة فيها خرائط، فهذه كلها موجودة داخل الشاشة، شاشة مصنع يعني متسوبيشي باور ساوند سيستم، يعني في نظام صوتي حق متسوبيشي. طيب عندنا هنا مساحة، طبعا اذكر الوكيل الحبتور حق الامارات يوفر بشاحن لاسلكي، ركب له شاحن لاسلكي هنا، صراحة مضبطة يعني. عندنا هنا منفذ طاقة بس واحد، هذا عيب الباجيرو. طيب خلينا نتكلم عن الدبل. حاليا السيارة دفع خلفي، هنا الدفع الرباعي المستمر، دبل خفيف دبل ثقيل، وعندنا هنا الدوفلوك. الجير اوتوماتيك تكلمنا عنه من 4 سرعات تبترونيك، وحاملات الاكواب بعد 2، لا ننسى فورميك التخشيب والتكاية، هذا الدرج الاول، وهنا الدرج الثاني. وبرضو نقدر نقول هذه ثلاجة لانها اصلا تفتح مكيف، هنا بيطلع هواء بصراحة تبرد، خاصة اذا كنت ماسك خط بتبيض وجهك، احد المجربين يعني ما يحتاج. عندنا المراية الداخلية تعتيم هنا، شوفوا يعني عشان تعرفون السيارة قديمة، هذا المايك تخيلوا حق بلوتوث. طيب هذا انوار السقف، وهذه حقت الفتحة، وهنا الشماسات فيها مراية مع إنارة. الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 5 حزمة أمان، والحفظ الله ما شاء الله تبارك الرحمن إلى الآن. يعني ما أنسى الباجيرو اللي كان معي، طبعا كان معي بعد زواجي تقريبا بسنة، لأني شريت جينيسيس بعد زواجي بسنة تقريبا، وكنت محتاج جيب فشريت باجيرو نفس الربع زي هذا. أذكر كنت طالع من المزاحمية عند أهل المدام ورايح الرياض، وقبل لا والله بعد القدية بشوي، بعد ما طلعنا طلعة جاء واحد راعي كامري قاعد يفحط قدامي ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا صراحة مو على التفحيط للأسف، لأن صراحة سوى فيني شيء مرعب. عموما الرجال قاعد يفحط، صراحة ما راح أقول لكم بيني وبينه زي الجي اس اي، لا أبعد شوي يعني، أنا ماشي يمكن 120، فعلى سرعتي ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يا جماعة خلاص الموتر قاعد يفحط قدامي، وقف لفيت وما شاء الله تبارك الرحمن، توقعت اني خلاص بروح فيها، لفيت ورجعت السيارة، رحت المسار الثاني والسيارة في مكانها. فأنا أمانة مجرب هذه السيارة،
يعني أقول لكم صراحة عيوبها بحكم برضو أني مجربها، قساوة وصرفية وقود عالية، لكن الشيء الثانية ما شاء الله تستاهل. السيارة في البر ممتازة، في الخط فيها رساوة، نعم فوق ما في عزل لكن عندك رساوة، فهذا يميز السيارة. فإذا كنت مشغل في الخط شيء يطربك فما تحتاج صراحة، يعني ما راح تفكر بالعزل حقها. متابعين كرام، أتمنى تكون عجبتكم السيارة هذه ميتسوبيشي باجيرو اليابانية، ياباني تجميع ياباني 2022، محرك 3500 ربع الفل العلامة الذهبية. المحرك صار عند الشركات ما هو مقياس أن السيارة تكون فل أو لا، خاصة في السنوات الأخيرة. في ناس تبي محرك صغير جدا بس مواصفات تكون توب. اللي شاف المقطع الأخير اللي صورت الباجير الربع 2020 كان ستاندر لكن محرك كبير، فهي ما هي مقياس للفل والمواصفات. طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.